ضمن فعاليات الشهر الوردي تشرين الأول مستمرة فقراتنا الطبية، وعم نرصد من خلالها أنشطة الشارع السوري بهالمجال من حملات توعية وكشف مبكر وندوات ومؤتمرات طبية يلي عم تتزامن مع الحملة العالمية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. واليوم بمحطتنا الطبية رح نحكي عن طريقة الفحص الذاتي وأهمية الكشف المبكر وغيرها من العناوين المتعلقة بهذا الموضوع مع الدكتورة نسرين الخازم، اختصاصية بأمراض الدم والأورام. صباح الخير دكتورة. صباح النور، يا أهلا وسهلا فيكي. يعطيكم ألف عافية. بصراحة جهد كتير كبير بهذا الشهر، ونتأمل دائما أنه يكون عطى نتيجة هيدا المجهود إن شاء الله. هذا اللي بدي أسألك عنه دكتورة، يمكن مع بداية هي الحملة وبداية الشهر كتير من النشاطات والندوات والمؤتمرات التوعوية في جميع المحافظات السورية، قديش فعليا عم تكون النتائج فعالة على أرض الواقع فينا نقول؟ حقيقة نحن تفاجأنا كسلك طبي بالسيدات اللي عم بيراجعوا بشكل دائم للمراكز الصحية. المشافي الكبيرة اللي كمان عاملة مشتركة بهيدا الحملة، هذا الشيء كتير كان مفرح بالنسبة لنا. يمكن كتير هدول السيدات عملوا بذلوا جهد نفسي كتير كبير لحتى اجوا، لأنه نحن بنعرف أنه هيدا الفحص بيترافق بنسبة كتير كبيرة من الخوف. السيدة عن جد كتير بتكون مترددة قبل ما تراجع المشفى أو قبل ما تراجع مركز أو قبل حتى ما تفحص حالها. أنا لقيت كتير شيء حلو، كتير بكون فرحانة وقت بفوت كل يوم على المشفى وبلاقي أنه في كتير سيدات جايين ليفحصوا حالهم. كتير في حالات تشخصت جديد بمراحل مبكرة، وهذا هو الهدف من الحملة، أنه السيدة تكتشف المرض بمراحل المبكرة، لأنه وقتها بتكون نسبة الشفاء فوق 90%، بينما للأسف كل ما تأخرت أكثر كل ما خفت هاي النسبة لتوصل بالمراحل الأخيرة ل 0%. نعم دكتورة، يمكن كثير من السيدات صار عندهم الوعي الكامل بفحص حالهم ذاتيا، يمكن الخطوات الأساسية باليوم خلينا نخبر، والطريقة كمان بيقولوا لك كثير من البنات أو الصبايا أنه في عقد كثير، كيف بدنا نميز بين العقد وبين إذا في شيء؟ هلا مجرد الصبية أو السيدة قدرت أنه تفحص حالها وبالطريقة الصحيحة فهيدا شيء كتير منيح. مجرد انه قدرت تتميز انه في شيء منه طبيعي فهي شغلة عن جد كتير منيحة. هون بهي المرحلة يفضل انه اللجوء دائما للفيزيكيان او الطبيب او اللي الحدا اللي بيفحص فحص سريري، واللي هو شيء غير الفحص الذاتي. الفحص السريري انه حضرتك تراجعي او المريضة او اي صبية تحس بشيء غير طبيعي تراجع مباشرة الطبيب المختص بهيدا الشيء، سواء طبيب الاورام او طبيب النسائية او طبيب الجراح او اقرب طبيب او طبيبه قريبين عليها. ما لازم تكبس كثير على ما لازم، نحن لازم نستخدم تماما راحه اليد او راحه السلاميات، هيدا الوجه الانسي بنسميه بالفحص. ما لازم نكبس على الثدي بطريقه عموديه لانه، او ما لازم نمسكه بين ايدينا لانه وقتها اي مسكه رح تحسي انه هو كتله بصراحه، بس هيدا الشيء منه صح. اي علامه بتظهر بالثدي لازم مباشره تراجع السيده او الصبيه لهي. مثل ما عم نشوف هلا عم نشوف اعمار كثير مبكره للاصابه بسرطان الثدي، مشان هيك ما حدا فينا معصوم عن هيدا المرض، لازم ضروري انه ننتبه له ونتوعاه له كثير كثير. ودكتوره يمكن اشرتي لنقطه كثير مهمه، عم نشوف هيدا المرض باعمار مبكره لكثير من الصبايا والسيدات. سابقا كان يقال انه من الأربعين للخمسين هي السن المثالي للفحص حقيقة، اليوم عم نشوف ولا زال، بس اليوم عم نشوف أعمار مبكرة، عم نشوف بالثلاثينات بالعشرينات. خلينا نحكي عن أهمية الفحص الذاتي، وإن كان فحص الماموغراف بيمكن النتائج الفعالة للعلاج، قديش فعلا الكشف المبكر عن سرطان الثدي اليوم في نتائج 100% شفاء كامل. طيب حقيقة ما زال العمر فوق الأربعين هو العمر الأساسي للإصابة بالسرطان، بس مثل ما قلتي حضرتك نحن هلأ عم نشوف أعمار كتير مبكرة. هلأ السبب الأساسي لإلها هو التبدلات الصبغية أو التبدلات اللي هي بأصغر جزء من جسم الإنسان. يمكن سببه أكثر شيء هلأ التلوث البيئي، سببه الاسترس الشديد، في أسباب كتيرة متضافرة ممكن هي اللي تسبب هذا الموضوع. كل ما كشفتي بعمر مبكر كل ما أو بمرحلة مبكرة كل ما كانت نسبة الشفاء أعلى بكتير. نحن عم نشوفها هلا صرنا بأعمار كتير بأعمار مبكرة، لأنه كمان مجتمعنا صار في عنده هيدا الوعي
نحن مرقنا بأزمة كتير طويلة سنوات كانت كتير صعبة على الكل. هلأ لا رجعنا أنه عم ننتعش من أول وجديد، الناس صارت واعية أنه أنا بدي لازم ما أهرب من هيدا الشيء. هلأ هذا إذا بده يصير بده يصير، يعني شو ما صار فالأفضل أنه أنا أكشفه بمرحلة كتير مبكرة. المرحلة المبكرة مثل ما قلت لك بتوصلنا لنسبة شفاء كتير عالية، وبنفس الوقت وهو الشيء الأهم عند نسبة كتير كبيرة من السيدات ما بيخسروا الثدي، وهذا هو الهدف الأساسي كمان من العلاج. بالنسبة لإلهم هو عضو كتير أساسي من الجسم وكتير صعب إنه نحنا نخسره، يعني كتير صعب. فهلأ لا لما بتكتشفيه بكتلة صغيرة 1 سنتي أو أصغر أو أكتر حتى شوي، هلأ الطرق الجديدة للمعالجة إنه ما بنخسر الثدي كامل، نقطع جزء بسيط منه مننظف تحت القبط والسيدة بترجع بتعيش حياتها. الدكاترة بيقولوا لك لا استأصلي الثدي بشكل كامل في حالات خاصة مشان ما يرجع يطلع، يعني هيدا الشيء هذا معتقد. وخلينا نقول ببعض الحالات هو الشيء الصح ببعض الحالات، لأنه سابقا استضفنا حالة ما استأصلت الثدي بشكل كامل رجع له بعد 3 سنين، فإنه قديش كمان هي نقطة مهمة. تمام، نحن ما بصير نعمم، كل حالة بيدرس فيها طبيب الجراحة مع طبيب الأورام مع طبيب الأشعة. أحيانا في كتل بتكون بس 1 أو 2 سنتي، ورغم هيك نحن بنضطر إنه نستأصل الثدي. في حالات تمام، يعني في عنا مثل جداول خاصة أو كل حالة بتندرس بتفاصيلها الدقيقة. ممكن أحيانا تكون الكتلة كتير كبيرة بالأساس، طبيب الأورام إنه هو يصغرها أو بمعالجة ما قبل الجراحة وبنقدر نستأصل بس جزء من الثدي. وبالعكس تماما في سيدات بتلاقي عندهم كتلة كتير صغيرة ورغم هيك نحن بنضطر نستأصل الثدي، رغم إنه لسه مو منتشر، رغم هيك لأنه نوع الورم مثلا عامل نقط صغيرة حول الورم الأساسي، عامل مشاكل مثلا تانية، فنحن بنقدر هي. إذا ضروري إنه نحن نستشير طب الأورام بهي الحالة بالإضافة لطبيب الجراحة اللي هو هلا معظمهم صار عندهم إلمام بهذا الموضوع بطريقة وبطرق المعالجة. دكتورة في كتير كمان من الحالات وتابعوها المشاهدين إنه أكلهم هيلسي صحي، بيلعبوا رياضة، ما في عامل وراثي مقرب جدا منهم، شو هي الظروف وصار عندهم يمكن سرطان الثدي؟ خلينا نحكي عوامل يلي الكتير هي الدايركت تجي على الإصابة بالمرض. تمام، هلأ كل ورم ثدي لحتى يصير في عوامل مثبتة، وهذا الشيء صار إثباته بدراسات كتير كبيرة وكنترول ستدي نحن نسميه، يعني مراقبة هيدي الدراسات، مو إنه أي حدا بيطلع وبيعمل دراسة. تمام، في عوامل مثبتة منها مثل ما قلنا التعرض الهرموني. التعرض الهرموني هو في نوع من الهرمونات اسمه استروجين وفي نوع اسمه بروجسترون. طبعا هيدي الهرمونات الأساسية اللي موجودة عند كل سيدة، في أكيد أنواع تانية بس هدول هن التوازن بيناتهم كتير من الأسباب المثبتة إنها بتسبب ورم الثدي بأعمار مبكرة. الدور الهرموني ما كتير له دور، تمام، وهو والدور العائلي ما كتير له دور. الدور الأساسي هو التبدلات الصبغية، وهي التبدلات اللي بتصير على أصغر جزء من جسم الإنسان أو أصغر جزء من الخلية اللي هي أصغر شيء بجسمنا. الDNA بصير فيه تبدلات بصير فيه مثلا تغير بالشكل، تغير بالترتيب بالمتوالية اللي موجودة. هيدا التبدلات ممكن يكون مثل ما قلت لك إلى عامل مورثي أو وراثي، ممكن يكون إلى عامل بيئي، التلوث البيئي، التعرض لعوامل كتير مؤذية مهيئة ممكن بتكون. تمام، الاسترس الشديد ممكن انه يؤدي لهذا الشيء، بيهيج او بيعمل هيدا التبدل. متى ما صار هيدا التبدل بصير الانسان غير قادر انه هو يتحكم بخلاياه يلي مثلا موجودة بالثدي، بتصير هاي الخلايا بتنقسم بشكل كتير سريع وبتواتر عالي، وما بيقدر جسم الانسان انه هو يضبطها لترجع تموت من اول جديد. نحن كل خلية بجسمنا في عندها برنامج يضبطها بالاكل. تمام، الاكل ممكن. كمان ممكن يكون له دور بس يعني ما هو الدور الأساسي بهيك. هي عدة عوامل. تمام، تضافر عدة عوامل بس عادة بالأعمار الصغيرة أكثر سبب هو هيدا التبدل، هي المورثة بنسميها نحن، هي نفسها اللي ممكن تسبب بعدين أورام بالمبيض، ممكن تسبب هي مثل ما شفنا نجوم كتير كبار بالعالم بنلاقيهم صغار بالعمر بس للأسف إنه هن انصابوا بهيدا الشيء. طيب دكتور خلينا نحكي عن العامل الوراثي، قديش كمان بيلعب دور بإصابة بهيدا المرض؟ العامل الوراثي خلينا نبسط الأمور أمور كتير. العامل الوراثي له كتير دور أساسي. تمام، يعني هو أي سيدة بتنصاب بالعائلة من جهة الأم
من جهه الام او اما بتقرب امي تمام يعني خلينا نهي يعني بنت خالتي بتعمل لي مشكله بس بنت خالي ما بتاثر علي تمام الخالات الجده جده الخالات وبناتهم والجده ام الام كثير بيزيدوا نسبه الخطوره للاصابه العمات لا هيدا العمات لا تمام العمات بنات الخال مثلا ما دخلون بهيدا الشيء العمات بنات العم هيك ابدا ابدا ولا السيدات لا لا ما في اي ترابط بهذا الشيء شيء جاي من الام من الجزء اللي جاييني انا كجنين بتعرفوا بيجي نص من الام ونص من الاب الشيء العامل الخطوره اللي بنسميه نحن انه شو هي كيف بدي اقول لك انه بيكون في هذا التبدل او هي المورثه اللي كنا عم نحكي عنها قبل شوي بتكون موجوده بالعائله بتدلنا انه انا لا انا معرضه للخطر اكثر من غيري انا نسبه اصابتي بالورم اكثر من غيري بكثير مشان هيك انا لازم وبشكل مؤكد انه انا افحص حالي اقل من العمر الاعتيادي يعني اصابه سيده بالعائله اقل من سن الأربعين شو ما كانت درجة القرابة طبعا مثل ما قلنا من جهة الأم بتخليني انه انا لازم قبل بعشر سنوات من هيدا العمر انه انا بلش يعني لما انصابت هي بعمر 35 انا لازم من عمر 25 بلش افحص حالي بشكل جدي طبعا اول فترة بالإيكوغرافي راجع طبيبنا بحوالي كل 3 شهور طبيب بيعمل لي فحص اعمل فحص ذاتي كل شهر باوقات محددة هو خامس يوم تمام يفضل من اليوم الخامس للسابع تمام لانه الثدي بيكون محرر من الهرمونات يلي هي بتزيده وبتزيد تعقيد فحصه يعني بتصير لما بنفحصه بنلاقي هو معقد منه مرتاح كثير فيفضل انه لما يكون محرر من هذا الشيء وهي الفتره اللي بعد الدوره مباشره نعم تمام دكتوره يعني ذكرتي من شوي نقطه انه نحن مو زاد الاصابه عنا نحن زاد الكشف المبكر عنا زاد نسبه الوعي طب هيدا المرض او مرض السرطان قديش له عمر بيعيش بالثدي بشكل صامت هلا بشكل بدون عام اي عوامل يعني بشكل عام نحن منا قادرين انه نكشف الكتله اذا كانت اصغر من 1 سنتي ولحتى تصير هي بالاساس 1 سنتي هاي حدثيه طويله جدا تمام هلا بعد ال1 سنتي ببلش بقى يكبر بطريقه كثير سريعه تمام وقتها بصير سهل كشفه ممكن ما نقدر نكشفها ب 1 سنتي الا تمام لحتى تصير 1 سنتي هي حدثيه بتستهلك وقت كثير طويل تمام بس متى ما صارت 1 سنتي بتصير الحدثية أسرع بتصير الانقسام أسرع ممكن يضل بطيء بس لا بشكل عام بتكون أسرع نحن كتير من النادر أنه نفحص أنه نقدر نكشف هيدي الكتلة إذا كانت أقل من 1 سنتي لهيك نحن بنشدد على أهمية تمام. بينما الماموغرافي أو الإيكو أحيانا ممكن يكشفها بأعمار كتير أبكار وهيدا الشيء المميز بالنسبة لك طيب دكتورة بدنا نسألك كمان أنه عودة المرض قديش بتكون نسبته في حالات مثلا بيتم استئصال الثدي او بيتم يمكن يعني استئصال الورم من الجسد وبعد فترة بيرجع على الجسم شو سبب عودته تماما نور هلا نحن لحتى نقول انه شفي المرض عادة بنقول انه 5 سنوات بعد انتهاء المعالجة او من وقت بلشنا المعالجة بدنا بحاجة لخمس سنوات متى ما قطعنا هيدي الخمس سنين راح يرجع بنقول انه هو شفي بس هذا ما بيمنع انه هو يرجع لا في عوامل كثيره احيانا اختيار نوع المعالجه ايام كثير معالجات ما بتكون كافيه ايام في اسباب ما دخلها بالمعالجه نفسها يعني ممكن تكوني اعطيتي افضل انواع المعالجه عملنا جراحه اعطينا معالجه وقائيه بعد او معالجه متممه والسيده كثير منيحه بس احيانا العامل نفسه يلي سبب الورم ما بنكون قدرنا نتخلص منه هو نفسه اللي بالهي وفي شغله ثانيه تقول انه في خلايا احيانا بتكون جائله بالجسم هي الخلايا الورميه نفسها بتكون عم تفوت وهلا العلم الحديث كله متجه للبحث او الكشف عن هيدا الخلايا يلي الصور ما بتبينها يعني الورم بيكون واصل للكبد بس نحن ما بنقدر نكشفه بالصور وهي هي المشكله الاساسيه اللي بهي هلا العلم الجديد عم يحاول ياخذ عينات من الدم انه نقدر نحصل على الخلايا يلي ممكن خلينا نقول خلايا سرطانيه نائمه او هامده
بأي لحظة لما بصير لها الفرصة لأي طريقة نقصت مناعة الجسم، صار في ستريس شديد مثلا. الستريس بنقصد فيه ما بس هو الستريس النفسي، أحيانا الستريس اللي بيسبب للجسم مشاكل كتير، يعني أمراض متتالية أضعفت مناعة الجسم. يعني الستريس اللي هو تعرض للشدة، الشدة ممكن تكون نفسية وممكن تكون عضوية تماما. أي عامل بيرجع بيخلي هاي الخلايا ترجع تتكون. وهي هلا التوجهات الجديده كلها هي نخلي الجسم نفسه هو اللي يقضي على السرطان. ومثل ما هيك من هون طلع هيدا المبدا او الشعار اللي نحن ماشيين عليه كل هذا الشهر، لانك اقوى من السرطان. لانه بالفعل لازم نكون نحو اقوى منه، وجسمنا هو اللي لازم يواجهه للسرطان. مو بس النفسيه اساسا تلعب دور بمقاومه. اكيد اكيد. انا بقول لك، انا دائما بقول للمريضه اول ما نبلش علاج بقول لها انت اهم من كل شيء، انت اهم من اي شيء ثاني. ما تخلي تمام نفسيتك، كل ما كانت قويه كل ما كان هذا الشيء افضل، كل ما كانت ارادتك اقوى انه انت رح تتغلبي على هذا الشيء. وما ننسى ابدا انه السرطان مرض ممكن انه يشفى، بينما مثلا السكري مرض ما بيشفى. مرض دائم. ارتفاع الضغط الشرياني ما بيشفى، الغده ممكن يسيطر عليه. الغده يعني باسباب ثانيه. في ناس حالات تاخذها كل العمر، بس انه السرطان لساته مرض قابل للشفاء، خصوصا اذا تم اكتشافه بالمراحل المبكره. والحاله النفسيه بتلعب دور، والدعم النفسي من المحيط. أكيد. العائله دائما. ما تكوني مصدر للشفقة، ما تخلي حالك مصدر للشفقة. الدعم النفسي لا. بيلعب دور. تمام. الدعم النفسي من العائلة، من الأصدقاء المقربين، من الناس اللي بتعطيك بتبثلك طاقة إيجابية وما بتخليك تحسي أنه أنت إنسانة ضعيفة وبحاجة للعناية وبحاجة لهي. لا، في نظرات بس قاتلة لهي لهي. عفوا، في نظرات قاتلة بتكون، يعني مجرد ما في نظرات مو بس قاتلة، سيئة جدا. أنا بلاقيها أسوأ بكتير من المرض نفسه. تماما. في بس يمكن هلأ خفت شوي على شجاعة السيدات اللي عم نشوفهم بالإعلام بالشوارع. برافو. هلأ صار في وعي كتير. هلأ صار في وعي، صار في قوة كتير كانت مميزة. ايه تماما. عن جد يعني إنه حتى I love Damascus. تماما. خلينا نحكي عن الفكرة كمان دكتورة. هي فكرة كتير حلوة، شائعة بكل مدن العالم تقريبا، انه اي رمز او اي سيمبل موجود بالمدينة لازم يكون هو، حتى هذا السيمبل لازم يشارك معنا بالحملة. مشان هيك كانت فكرة انه I love Damascus، واللي هي هلا صارت رمز كتير حلو لدمشق. اي حدا جاي على الشام بده يتصور مع هيدا السامبل، اي حدا هيك. فكانت كتير فكرة حلوة وجميلة انه نحن هيدا السامبل انه ياخذ معنا الحملة، يعني يشارك معنا بالحملة. في أفكار تانية كمان، إضاءة مباني كبيرة وعالية بالرمز، برمز ال شفناها يمكن تمام. بدبي وب هو شيء شائع جدا ببرلين، من المدن اللي كتير أنا كنت موجودة فيها، واللي هي يعني أول حدا تقريبا اشتغل على هذا الموضوع. أنا بلاقيه من الأفكار اللي كتير حلوة، حتى الشعار الصغير يلي منحطه هو ملفت للنظر بصراحة. بالأول أنا شخصيا بقول لك ما كنت حب إني حطه مثلا، إنه حتى بهيدا الشهر أو هيك، كنت إنه خلاص بس حتى على المريول هيك، حس إنه لا، حسه نوع من إنه ليش لحتى ألفت نظر بهالطريقة. بس أنا لا، صار لي سنتين ثلاثة أنا وزملائي طبعا، وعم نشوف مشاركة كبيرة للرجال حتى بجميع النشاطات والفعاليات. يعني خلال كمان تمام، يعني هو انا ورد. مثلا تكون ماشيه بالشارع بيسالوني شو هاد، بقول لهم هاد انه لقيته انه عطى فائده بصراحه. إيه. مشان هيك صرت حطه وين ما رحت، حطه على ثيابي، حطه على ميولي، حطه على تعملي اشكال والوان كثير. تماما. هلا في كثير اشكال حلوه، تعملي افكار. تمام. يعني انه هو هيك، حتى خصوصا كل ما كان ملفت للنظر انا بلاقيه عن جد هو الشغله عطت نتيجه. تمام. وخلينا نلفت انه هو الهدف من هذا الشيء انه نحن ننتبه انه للأويرنس أو للتوعية ضد هذا الموضوع. أنا لما بتوقفني سيدة بسيطة جدا بالشارع بتقلي شو هيدا إنه اللي حاططيه مثلا، تحسي حالك. فأنا بقول لك إنه هذا رمز لشهر التوعية بسرطان الثدي، أو هو بالأساس رمز لسرطان الثدي. هو السرطان يلي هلا بجوز كثير ناس سألوني إنه ليش بس سرطان الثدي عم هيك عم تركزوا عليه. أنا عم أقول لهم إنه نحن بشكل عام منظمة الصحة العالمية كل شهر في شهر هو شهر توعية لنوع من السرطانات. صحيح. أكتوبر شهر الوردي. سرطان الثدي لأنه النسبة صارت عالية وكبيرة. تمام. لأنه هو السرطان كتير كشف، كتير سهل إنه نكشفه.
وهو بشكل لنا، وبنفس الوقت نحن اكثر حدا من من بنخاف انه نراجع مشاله. هلا لما بتوجعنا معدتنا بنروح فورا لعند طبيب الهضميه، لما بصير عندنا مشاكل بوليه بنروح فورا على طبيب بوليه. اما الثدي بتلاقي في سيدات للاسف كاشفين الكتله وبيعرفوا فيها بس خايفين، لانه في افكار سائده منا صحيحه، انه انا هلا بدي اخسر الثدي، انا هلا ما بعرف شو بده يصير، اذا انا متزوجه زوجي ممكن يروح يدور على حدا ثاني، ممكن هيك. هي نحن مجتمعنا كثير سائده، وهذا من الاسباب الكثيره اللي ادت انه ما نكشفه باعمار مبكره. هلا الستات، لا انا كثير بنبسط لما بشوف بالحمله مثلا، هلا ستات على مستوى جدا جدا بسيط من الوعي الصحي ومن هيك جايين يفحصوا حالهم، ما بتخيلي هذا الشيء قديش سبب لنا شيء. بيقولوا لك مثلا شفنا هاي الشيء على التلفزيون فرايحين فرايحين تماما، حتى هن صاروا يحبوا يحكوا على التلفزيون. تمام، ما يتردد. وحتى هلا يمكن يلاقوا شويه عجقه مثلا بالهي، لانه عن جد كثير في وعي صار وكله عم يجي يفحص حاله. بس الحابه اقول لهم يا المراكز الصحيه بشكل عام اللي تابعه لوزاره الصحه او اللي تابعه لوزاره التعليم العالي او لوزارات الدوله بتعمل هيدا الفحص بشكل اذا ما قلنا مجاني فهو عن جد بشكل شبه مجاني. يعني الماموغرافي بمشافي الدوله جزء كثير منه مجاني والجزء الثاني هيك، واي متوفر هذا الجهاز متوفر حتى خارج الحمله وبشكل هيك. اي سيده حابه انه تفحص حالها حتى خارج فتره الحمله، خلينا نقول انه خلينا كل السنه تكون حمله، نحن عندنا مراكز عن جد مجانيه. وعم اقول لك حتى اذا ما كانت مجانيه انا بتفاجئ انه مشفى كثير كبير مثلا ومأجور الفحص، بلاقي انه الفحص مثلا 1000 ليره او 1800 ليره لجهاز ديجيتال رقمي متطور جدا ما في مثله بكل الاماكن، قدران يكشف كتل بحجم جدا صغير، قدران يكشف اورام حتى ما عامله تكتل. نحن بنعرف انه في جزء من الاورام ما بيسوي كتله واضحه مثلا، بيعمل تبدلات بقلب الثدي بتدلنا على انه هي تبدلات غير سليمه وانه نحن لازم نستقصي اكثر ولازم نوصل لمرحله. دكتوره يمكن في سؤال كتير بيخطر ببال الناس، انه هل في نوع من التحاليل ممكن تعطي نتائج انه في سرطان، او ممكن في نسبه وتناسب باحدى التحاليل؟ في تحاليل المورثات نفسها اللي حكينا عنها. لا، التحاليل الطبيعيه العاديه، تحاليل الدم، يعني المعدلات بتكون مش نظاميه ممكن تلفت نظر السيده. هلا في شغلات، في تبدلات معينه بالتحاليل الطبيعيه، طبعا هيدي بده يكشفها طبيب، بده يكون عاده له علاقه بالتعامل مع الاورام. في مثلا احد التحاليل البسيطه كثير يلي نحن بنعملها هيك حتى اذا عندنا التهاب لوزات، مثلا ارتفاع بسرعه التسفل غير ما له اي مبرر، يعني ما في حاله التهاب بالجسم، ما في فقر دم، ما في مشاكل ثانيه، انه طيب هي سرعه التسفل ليش مرتفعه مثلا؟ تمام، مع انه هيك طبعا انا لما بقول هاي الكلمه ما بقصد انه اي حدا هلا عنده ارتفاع بسرعه التسفل يخاف انه عنده سرطان. لا، هي احد المؤشرات، بس هي ممكن تكون احد المؤشرات. تمام، او تلفت نظره للطبيب. الشغله الثانيه مثلا في تحليل اسمه ال دي اتش ممكن يدلنا، هو تحليل بسيط كثير، هو تحليل بيؤدي مثلا ل بيدلنا على انه ممكن يكون في مشكله مثلا، مو ضروري سرطان الثدي. ممكن اعداد كريات الدم هي ما لها علاقه، عاده كريات الدم البيض ما كثير لها علاقه بالسرطانات الصلبه مثل الثدي الكولون اللي ما كثير علاقه، بس هو اكيد مؤشر لسرطانات الدم بكل اشكالها، يعني انخفاض الكريات او ارتفاعه لازم يدلنا على شيء. هلا ممكن يكون انعكاس لورم، بس عاده هذا الشيء بيكون بمراحله اللي ارتفاع صفيحات الدم كمان مثلا ممكن تاشر لتكون مؤشر لخباثه ما موجوده بالجسم. بس برجع وبقول لك انه هو ما دخله ابدا، يعني ما كل سيده او كل شخص عنده ارتفاع هو سببه هيدا الشيء. اكيد دكتوره نسرين الخازم اخصائيه بامراض الدم والاورام، نتشكرك على وجودك معنا وننشير دائما بكل مساحه طبيه يوميا خلال الحمله الوطنيه ضد مرض سرطان الثدي انه الكشف المبكر هو كثير مهم، يجب المتابعه الدوريه هو حجر الاساس. بتمنى من كل سيده لسه ما راحت انه تفكر جديا انه تفحص حالها، لانه هو شيء كثير ضروري. اوكي دكتوره، خلص رايحين لعندك. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيكي، شكرا كثير لك، وشكرا لانسانيتك يلي هي يمكن بنحبها اكثر. شكرا لك، وشكرا لكم بصراحه للاضاءه بشكل يومي على هذا الشيء، وخليها تكون عاده بالنسبه لنا عن جد انه نحن كل شهر نحكي عن نوع من الانواع الاورام، لانه بالفعل هذا الشيء كثير ضروري. اكيد شكرا. اهلا وسهلا دكتوره.